حسيت ان انا عايزة اصلي، فقعدت اسبوع اصحى على صلاة الفجر بسبب الكلاب لحد لما بقت عادة عندي. تصريحات اعتبرها الناس غريبة من الفنانة الاردنية فدرة. تعالوا نشوف ايه القصة. الفنانة الاردنية فدرة كانت في برنامج تلفزيوني واتكلمت عن سبب انتظامها على صلاة الفجر من 13 سنة، وقالت: كنت بصور في اعلان لشركة كبيرة، ووقت الاكل شفت الراجل سايب الاكل وبيصلي، وقتها حسيت بسلام وانه شخص مختلف وغيرنا كلنا، وقلت ساعتها انا عاوزة اصلي. وحكت موقف ليها مع حد وقالت: انا كان عندي كلاب، ومرة راجل قال لي انت عندك عكوسات علشان الكلاب، وقتها كان عندي مشكلة ما كنتش عارفة اصحى لصلاة الفجر. وقالت الفنانة فدرة: بعدها لمدة أسبوع كل يوم الفجر كلاب الشارع اللي أنا كنت بكلمها كانت بتعمل صوت تحت الشباك، ولقيت الكلاب بتصحيني كل يوم على صلاة الفجر، فاصحى واتوضى واصلي وأقول لهم شكرا عشان صحتوني، وبقت عادة عندي من 13 سنة. الفنانة الأردنية فدرة اتولدت في الكويت وكان والدها بيشتغل هناك، وتوفى وهي عندها 5 سنين في حادث سير، وهي خريجة المدرسة الإنجليزية الحديثة في الكويت، ودرست 2 سنين في بريطانيا و4 سنين في نيويورك في الولايات المتحدة في تصميم الأزياء والإخراج. كمان اشتغلت مع شركة شانيل المختصة بعالم الأزياء كمصممة وموديل، وبعد لما كملت دراستها في الولايات المتحدة استقرت مع والدتها في القاهرة. آخر حاجة قدمتها الفنانة فدرة من أعمال فنية على شاشة التلفزيون كان مسلسل المماليك، وبتدور أحداثه في إطار درامي عن الصراع بين الخير والشر والدوافع اللي بتقود الإنسان للانتقام، وشاركها في البطولة الفنانة رانيا يوسف وكمان الفنان بيومي فؤاد. وكان أول ظهور ليها على الشاشة العربية كان من خلال أغنية سكة العاشقين للمطرب مصطفى قمر سنة 1994، ومن بعدها ظهرت في أغنية استعجلت الرحيل للمغني العراقي كاظم الساهر، وأخرجت أغاني بطريقة الفيديو كليب لكتير من المطربين العرب زي محمد عدوية ومحمد محي وعبير فضة، وأخرجت كمان كتير من الدعاية والتصاميم. ودي كانت قصة الفنانة فدرة وكمان صلاتها بسبب الكلاب اللي كانت بتصحيها كل يوم وقت الفجر.